حيث توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد على جازان وعسير والباحة وحائل والجوف والحدود الشمالية، في حين تتكون السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على أجزاء من مناطق نجران ومكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية. شهدت منطقة حائل هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من المنطقة، وقد نبه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار على المنطقة مصحوبة برياح شديدة وجريان للسيول وتساقط للبرد، وتشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية الأفقية وتستمر حتى الساعة 9 مساء. وعن حالة الطقس في عموم مناطق المملكة يضم إلينا محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل. بداية عقيل أرحب بك معنا. عقيل، تشهد معظم مناطق المملكة حالة مطرية تتفاوت من منطقة إلى أخرى، أبرز ما رصد المركز حول ذلك. أهلا وسهلا أستاذ يحيى، بسم الله الرحمن الرحيم. أبرز التوقعات إن شاء الله تشير إلى استمرار فعلا هذه الحالة المطرية، وتتركز إن شاء الله غزارتها خاصة نهاية الأسبوع على منطقة الجوف، منطقة الحدود الشمالية، وبعض أجزاء منطقة حائل، وإن شاء الله تعالى متوقع هطول أمطار متوسطة إلى خفيفة على بعض أجزاء منطقة تبوك ومنطقة القصيم إن شاء الله تعالى. طيب أستاذ عقيل، منطقة الرياض أو المنطقة الوسطى يعني في الفترة الماضية شهدت معظم مناطق المملكة حالة مطرية غزيرة، لم نشهد ذلك في منطقة الرياض، كيف هي التوقعات مستقبلا للحالة المطرية في الرياض؟ التوقعات تشير إن شاء الله تعالى أنه بعض مناطق شمال الرياض كمنطقة إدارية هناك توقعات أن تكون الأجواء غائمة إلى غائمة جزئيا، لا يستبعد بعض القطرات من المتفرقة من المطر. بالنسبة للعاصمة الرياض الاحتمالية ضعيفة على هذه الفترة، لكن نأخذ بالاعتبار أننا إحنا إن شاء الله تعالى ما زلنا في بداية الموسم، وإن شاء الله تعالى نأمل من الله سبحانه وتعالى أن يغيث البلاد والعباد وهطول الأمطار القريبة إن شاء الله. طيب فيما يتعلق بدرجات الحرارة على مناطق المملكة في الفترة المقبلة؟ الآن نلاحظ هناك ارتفاع لو نسبي وقليل في درجات الحرارة على مناطق وسط المملكة ومناطق الشرقية ومناطق الشمالية. هذا الارتفاع في درجات الحرارة يعزى إلى أنه نشاط الرياح الجنوبية المحملة بكميات بخار الماء، وهذه من أسباب إن شاء الله الحالة الجوية القادمة التي ستركز على منطقة حائل والجوف والحدود الشمالية. بعد هذه الحالة الجوية في نهاية الأسبوع قد يكون عندنا انخفاض طفيف في درجات الحرارة على المناطق الشمالية وعلى السواحل الغربية مع نشاط للرياح الشمالية وشمالية غربية مثيرة لبعض الأتربة الخفيفة. طيب ونحن أستاذ عقيل على أبواب إجازة الفصل الدراسي الأول، الكثير يقصد المتنزهات والتخييم في الخارج، يعني بودي نسمع منك موجز حول ذلك توجهه إلى أولئك. يعني ستكون إن شاء الله في نهاية الأسبوع أجواء تميل للطف بشكل كبير في درجات الحرارة أيضا في الحالة الجوية، لكن تقل إن شاء الله نسب فرص هطول الأمطار ابتداء من يوم الجمعة القادم على مناطق وسط المملكة والمناطق الشمالية، وحتى نهاية الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى تقل فرص الأمطار بشكل واضح على معظم مناطق المملكة، لكن تتركز غزارة الأمطار كما ذكرت إن شاء الله يوم الخميس القادم على منطقة الجوف وحائل والحدود الشمالية. طيب فيما يتعلق بدرجات الحرارة لمدينة الرياض لمن يريد التخييم خارج المدينة، هل الوقت مناسب أم لا زالت مرتفعة؟ لا، المناسب جدا درجات الحرارة الآن، درجات الحرارة خاصة في المساء تكون درجات الحرارة في بداية العشرينات درجة مئوية،
صحيح تكون درجات الحرارة نوعا ما في الساعات الظهيرة عالية في منتصف الثلاثينات درجة مئوية، لكن هذا لا يمنع أنه نستمتع إن شاء الله بالأجواء. يعني درجات الحرارة متوقعة ستكون في منتصف الثلاثينات أو أقل من ذلك بقليل، بحدود 31-32 درجة مئوية. محلل الطقس الأستاذ عقيل العقيل، شكرا لك.